طالما مش عارف تتنيل تفتحه اشتريته ليه؟ جت كنيلة بهايم. شحات وبياكل ملته وقال ايه مش عاملين نفسهم مش لاقيين ياكلوا. وايه التخلف ده؟ عالم جحده. انزل وانا عامل ايه؟ استنى استنى عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ احمد. ممكن انا افتحه لك؟ ماشي. مالك يا احمد؟ مصمدة الدريه ما عندهمش دين. بيتريقوا على مين؟ عليك انت؟ انت تعرف ان انت اقرب لربنا من اي حد؟ عارف والله. وعارف ان انا نازله لك عشان تدعي لي؟ يستر معاك اختي يا رب. يا رب كل بقى. اكلك انا طيب؟ ربنا يخليك. استنى ما تزعلش. مش زعلان، ربنا يسامحهم. بس هقول لك على حاجه، في ناس بتبقى اصلا لما بتشوف حد احسن منها ما بتعملش حاجه غير ان تتريق عليها. انت احسن منها. مريضه. ايوه مريضه. فانت لازم ما ينفعش تزعل. ازعل من ده ومن ده ومن ده هتعب ومحدش هيعبرني اصلا. طب انت فين اهلك يا احمد؟ الله يرحمه. انت بتقعد هنا على طول؟ على طول معلش مكان. يعني على طول 24 ساعة؟ 24 ساعة في ال 24 ساعة. طب بقول لك ايه؟ ممكن تيجي معايا مشوار؟ مفيش مشكلة. ما تخافش مني والله، مش انا عارفه ان الزمن ده ما فيش امان، بس يعني انا عايزاك معايا في مشوار. والله اللي تنزل من عربيتها عشان خاطري اعمل لها على عمري كله. طب يلا بينا. ما تاكلش بقى ده، ما تاكلش ده عشان هناكل حاجات حلوه تانية. يلا على مهلك بالراحه، روق بقى. تعالى يلا، العربيه مركونه هنا على مهلك. انا عربيتي اهي. انت قادر تمشي؟ ربنا يسيدك. قادر الحمد لله. طب على مهلك. طيب ربنا يسيدك يا رب من نعيم، يزيدك ان شاء الله ويفرح قلبك. تعالى ربنا يسترها معايا. اركب يلا. تعالى اركب. تسلم ايدك. على مهلك. قول يا رب. قول يا رب. بقى ده كده ما تاكلهوش، ها، عشان خاطر هنروح ناكل بره. روق بقى، انت متضايق ليه؟ والله يعني انا اول مره حد يعمل معايا كده. معلش يعني الكرم والاخلاق، يعني ربنا يسترها معاك يا رب. ربنا يسترها معاك يا رب، دنيا واخره.